يوم جيت من عمان الله الله في الطريق اللي جيت معه يقولون في الطريق افتحوه مع الربع الخالي الله الله يتفي جيت معه قريب كم كيلو بالله يفرق بالوقت اكثر شيء عن الكيلو الوقت ايوه يعني اسرع ايوه لان طال عمرك اذا دخلت من عمان بتدخل الامارات لين تطلع هي ايه الامارات على الاشارات ومطبات وتوجف وتطرق من ديره في ديره ايوه من ديره دي الله الله وايد منها و لكن مال الربع الخالي الجديد ما خشيت والله بيجي بس تو جديد تعبان شويه تو جديد ما عندك تدعس اللي مع هايد موتر ايدي غير ايدي يعني كله القاعد ضايع كل شهر غيره عندنا حراج هناك ولا عداتك كل لفه مطبه اكثر شيء استخدم بيني بينك لانها قريب جديد ايوه وما في خدمات وايد وما في اهتمام ولكن في مشاريع بتقام منا واجد يعني في مخططات وفي طيب كم كيلو والله من حد السعوديه على طال عمرك الرياض ايه حول 1000 1000 ايوه ومن حد عمان اذا دخلت لين صلاله ذيك الجهه لا صلاله بعيد تقريبا من حد عمان اللي هو بين عمان والسعوديه الى صلاله بيقال لك 1500 اوه نعم 1500 ايوه والله انه بعيد يعني 2500 كيلو ايوه من هنا ايوه من الرياض لان بعيد صلاله حتى يعني تبعد عن منطقتنا 700 كيلو حن في نص عمان منطقتنا ادم في نص عمان تبعد منكم 700 700 كيلو اه بعيد حسبته قريبه منك بس ان شاء الله اروح والله مرحبا عز الله ان بركب من ساعه الله يطول لا ما شاء الله صلاله وايد جميله في شهادات والحمد لله انا والله ما قد جيتها بس اشوف التصوير تحمسنا لا ما شاء الله طيب ولكن اذا جت فرصه ان شاء الله لا ان شاء الله انك تحصل فرصه وتين اول شيء انت جيني انا هنا قريب ها انا هنا قريب تدري انني دائما سنويا اجي السعوديه صدق والله الرياض تجي هنا ولا الرياض رحت قوما الطائف حلو ابها ما رحت يعني وايد قوم النعيريه وقوم الدمام والحساء في الطريق من عندكم من عمان لابها مع الخرخير وكل جهه ابها في الجنوب صح ايه في لكن مغلق لكن لا ايوه في لكن بالفعل مغلق وعليه حراس ورقابات ايه يعني ما في ما في يعني ما في بس لهم لا طول عمرك يا السوي زين يا طويل العمر عمرك ما يقصر سبحان الله مكان صلاله وايد حلوه لكن المشكله ان هي موسميه يعني يبن هي دائما في الحر تحصل نفس عندنا جبال اللي كلمت عن الشباب ما ادري عندهم ولا جبل الاخضر جبل شمس هذه جبال يعني تخيل عبد الله تبعد عني من بيوتنا عليه يمكن مال 60 كيلو حول كذي قريبة ما عني حر يوم تصعد في الجبل شوية ترتفع تحصل درجة الحرارة 6-0 ما شاء الله العوي والسواح يعني أهل الإمارات ما شاء الله والوافدين ترسد عنا هنا أول سبحان الله كانوا هاد السعودية ما عندهم خلفية عنه يعني. وبعدين ما أدري إيش الإعلام أيوة أيوة الإعلام بعدين نزوة عندنا ولاية نزوة قرب ولايتنا ما شاء الله فيه كل شيء تراثي فيه قلاع فيه أشياء تراثية عمانية حتى القلاع يعني مرتبة مع التطور فهم في تحصل قلعة شكل فيه كوفي راقي تحصل يعني فيه هي حارة بس قلع
وفيه حد كل على سليمان يعني منظر منظر جميل. وفيه سكيك السكة شو اسمه سكة السكة أي وفي مناظر جميلة. فما شاء الله ما شاء الله الحين ذا والله أني أذكر يوم نروح نزوي ما نشوف حد سعودي إلا في الزمن مرة يعني بتخرب لك على السعودي ولا في ناس وايدين يعني. لكن الحين يوم نروح نزوة والله اني استغرب كثر السعوديين نسالهم ليش قالوا احنا نسمع عن نزوة ما زرناها نسمع عن نزوة ما زرناها. طبعا شيء طبيعي انك اذا انت يعني ساكن في مكانك ودائما تشوف شيء عادي فعلا متعود. صدقني يعني ابو حمد صوتيان اذا تعرفه ناجي بن باصب ونعم وعنده بتال المري في عمان عرفه بالسمع ونعم بك وبس ويعرفون اخوي وبعدين اخوي كان في الدوام ومروحين عاد المطار وقال لي انا اخوك مودني محل سوق في مسقط اسمه مطرح عارف في مطرح يعني واسمع عن سوقي لكن والله العظيم يا كما طبيت بريده ما جيته على طول ولا همي ولا فكرت اني اجي المهم اتصل باخوي قلت له وين مواقع وش هناك وش هنا وصف لي مطرح وارسلت لها وارسل لي اللوكيشن ورحت والله العظيم اني انبهرت اشكال انت اللي هو سافرت زين الحين تقول بس يمين تطلع لجنبك يا شرع يا ولد روح يمين يا ولد الحين تخيل يقول بيدك انت علي روح هناك وقول كذا وتعال مثلا يلا لا رحت هناك اقول له يمين ايه تسبح مثل الحصان سوي ما يشوف يعاند يستغبي ما يا أخي ما أول شيء من الأسافة تعلمه طبعا ثاني شيء اللي هما ولا رجال ما فيه ما دخل ثقل الرأس لا 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 لازم تخفف رأسك بعضهم رأسه خيوك على بلوكة هسحب ما يوقف بعضهم راريشة بس كده بس يوقف زي حصان ما شاء الله حق هادي ابن علي الحبابي نادر لي صورته في جسمك بس كلبة واحدة ليش ما يكمل كلبة واحدة على طول يمشي يلعب يرقص يطيح دق بس كلمة الأدب المصري لا 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 سالفة هادي حلو راسه خفيف تخيل زيد واحدة تقول كذا يبقى تقول كذا يفيز ما شاء الله تبارك الله وبعد عالي وصالي صار عندنا زهرية في صالي عندنا حصان اسمها عالي البل جيد خوي لك كل شيء على الأساس ما يجيك شيء ما بعد ما ركنيها في الديرة أي بلا بجي الديرة أنت بلا طلعت من برنامج وين بتروح تجي سنة غريبة أو بسرعة الديرة بروح ديرة فاتر صح باخذ لي أسبوع دق لها اسمع بروح اروح الديره صار اسبوعين امشي بعض واتكي اسوي مع ابوه شوف شعوب بروح مو بروح بتمشى وياهم نعيد عندهم كهرب ضل انا وقت العيد ان شاء الله نعيد اوبا ود الرياض قابل الشباب وشوف اللي عنده حفل وشاطرتي واللي عنده حفل واللي يرتب حفله واللي يزبط اموره تعرف اول اسبوعين كل رجال ماهر عقبها نكتب اطرقها قرن بعيده خلاص مره ما خلي بيها جنوبها غربها شمالها كلها والله يكتب لي الخيل لا اقصد الخيل لكنيه في الديره لا ما ادري فيها الديره الا
اجيب خيري لا خذ برجع. شو الفرق هنا ولا؟ حيرة ابشر يا شا اوكي اخي احنا هنا ولو قصرت الديرة بس احنا يا مطر يجي معك ثلاث روس اربع روس من طالع صح؟ ما هو ثلاث روس اقل شيء 15 راس مزحمين وين مزحمين؟ بها الله يعزك يا رفاق انت راسك انت راسك لا الله يطول الله يوصلها طول عمرك ايش اسمه؟ ما ابغى كبري ستة تعرف كبري ستة هذا تعجز كم؟ كبري ستة تعرف كبري ستة؟ هنا جزاك الله خير ايوه تعرف كبري ستة؟ أول ما تنزل بالقدية ايوه تجيك ضربة كبري ضربة القناة تروح لليسار حلو كذا اروح سيدي يجيك كبري أول كبري يسمون اللي عنده حق الرخص ايوه حلو هذا يسمونه كبري خمسة اللي بعده ستة اللي بعده ستة خذ يمين ايه يمين يسار سيدي تدور على دور دق علي ما تبي على التعلم بالموقع يعني لا بقى اعلم علي صاب المعروف وفي وقات وفيه يعني ربط شهري وفي عساف وفي اعداد يعني فيه كلش في تعليم ركوب جلاي هلاك هل لك ستابل انت خاص لك؟ لا انت تقول انك مشترك مع ناس في ستابل صح؟ اول للحين ما عندك لو كنت رجع ادري الحين لا كنسل للحين وين فرشك؟ هنا ولا في جندي؟ لا لا زحمية وين طيب تركبون في مزحمية؟ ها؟ النهود النهود شفت النهود؟ اطلع من النهود اطلع عندنا مدي المدي في مدي اول شو ما بس انه زي ما تقول جرة المدي المدي اللي هو زي المسبح بس صغير في شرم الحيوان اللي عند مزرعة ولا شيء يحطونها هو كان فيها صار نخل ولا بس مهجور هذا حد يجي عندها شجرة سدرة عندها زي ما تقول خزة كبير شوف الناس يصيرون ايه حاطين خزان كبير يعني مثل شنو مسرح الدبلها اربع مرات مرتفع صح؟ مرتفع حاطين فيها زي ما تقول السياب كل بين 300 4 متر سيب سيب عشان اربط سلاس زي للخيل انت فاهمين خلاص سيب اربط الخيل وصلوا بها ونتكي للمعرب السيارات وبعضها عزبه عزبه واحد من العيال اسمها مع كاميرا مع قناه يوتيوب حلو اسمها عدسه الخيل شغل جايبي صور ترتيب اتحدى اتحدى مصور يسوي لي ابداع ابداع في كاميرات يا ولد ايش في كاميرات والله غالي غالي اخوي اللي معه غالي عشان تطلع صور ترتيب شفت الصور اللي نزلها مع الحرس شفتها انا اقول لك يا ولد اخر الايام من عقب ما قدمت البرنامج سنابات يا ولد ما تابع قالوا بنخصم من كذا قطه وراح الكبرى وش يطلق عليه قطه مخيفه ايش نقطه الحين كم معنا نقطه صح النقطه سال يجيك السالب وبروح الحين كم نقطه ذي انا معي يمكن 600 اللي قد يجي معنا انا 600 وانت استبشر فقره حقت الاسئله لا صفر ما جاك انا صفر لذي تجي معي هون اليوم ذي تجربة تجيك نقاط ما لها حد حتى ما انت معي لها محل من جدية ايش اشتهد اشتهد طال عمرك وحرق خليني تكسر تهيد بيت الله سبحانه وانا نيصالتك كيف يعني صف اني اياه نيتي يا بشر كان طال عمرك انت معي الله يعطيني عقد نيتي وعلى الله هي والله ان كان عزيزي انت يعطيني عقد والله انا بتجيك نقاط ما لها حد ما همتني نقاط نقاط مهمة ما همتك أنا برأي من الترحيل ما همتني والله لأني دالي إيش ما هو جايك إلا المكتوب هذا الكلام ما أكتب لك جاك من الله سبحانه أنا شكلي بروح عند عند أحد شكلي بروح عند المتكئ سجل خاطر
جمر ها ان شاء الله ما عليهم خلاف عليهم زين. وشو اسلم شو انت كاتب خطك عامي خطك انا خطاط ايش اسمه خط الحرم ايش كاتب رايز بداية كلامي ذكر ربي أنا كان ببدأ لو أنها نظم نظم سريع سريع بس إني أبي أركب على لحن الرجال المطالب إيه قلت له إيه يعني هو يبي من اللحن ذا طبقة صوته متى قال لودك يا أبو محمد أنا بيخلص صلاح عشان بعد يدشنا قبل وش لحنياتك شو حقت بالدار فيصل بالدار لا لا نفس الحين اللي دائما اغنيها اللي غناها هو سلطان عباس اسمه سلطان ولا شو اسمه السلام يقول سلامي انا لا سلامي نفس حقت بالدار سلامي وش لب بالدار ايوه سلامي على اللي ايش؟ سلامي على اللي سيرته في عيون الغير. ايوه هذه هي. طيب انا شو اقول لك؟ طيب اللي قالها من هو؟ انت من جمع يضرب لك واحد. اي والله اي اقول انت سعد من حقت مندي حقت مندي. يلا يلا والله يرجع علي خاطرك. امين. ليش خابك يا رقيت؟ قال انا من اليوم بدا البث انا عايز مرة يجي انا خاب. لا الامور زينه ان شاء الله. كل امرك من هي الاهلي؟ هلا فيصل بلد العرقان. يقول فيها أحب رفيق اللي بوجهه يا شاه الخير كيف نعم من طابق أسناه أسناه فينا من حاجته ما أدري شو يقول أسف أنا كيف كيفك بس حاجة ما جذبني اللي يقول فيها يمدح فيها المسبع المتواصل يمدح فيها مطرح يقول من الثق مثل كانه واحده من شيوخ مطير ومن الشر كان عينه عين سباعي سباعي ستي عالميه واستاهل المدح وهي موجهه لمن لكن يا اخي انا قايل يا ولد متعب ان كان امام معي بالبرا ما اجي ارجع مالي نفسي اخش والله العظيم ما بقولها عشان في وجهه لكن في جي يطيع نص السلامة والله العظيم اني صار قر يا عقلي خلني اعلمك واجي اخش واخش واخش على الجروب ليه ذا الرسالة ما ادري انا ادري انا ادري ان الرسالة بتجي ان شاء الله واجيك اخش فوق وقر يا عقلي ها قر يا عقلي متعب رجع اي والله ليه متعب رجع يو وارسل له قوير على مشغول قلت ذا اللي يبغاك لا 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 قلت مبروك اي كتبت انا مبروك قريتها ولا عينت الرساله ايوه كتبت قال ميدا ولا تراني كاتب مبروك رد قول يا ولد تشغلني انا شهد يا ولد والله خلاص في نفس الوقت ايش في بيشه الحضور متى بكره الجمعه ايش سويت على الخط ادق على الرجل ذي تكفت على الخط مرني عبد الله بروح معك يجيني من طايف لبيشه يمرني ونطلع مع الرين على بي الرياض لو ان كلمتك كم مضيت مش در رايه تقعد بس انا قرحت معي ها لكن واش در رايه 39 كيف اروح عصر رايه وذا وانت حركت ذاك اليوم لا حركت عصر حرك عصر ايه قبل ال انت معي لما خلص بتمشي اسمع ولما غراض عم دولاب بتروح لذحين ما بين 3 ايام ملابسها تبر الحال الخمت يا رياجي الخمت اجمع معي كلام وامشي السلام ورحمة الله يا حسان تعال يا الله اسمع لا لا تعال هنا جنب هنا حسن يا مودمي ايش قومك؟ اسف يا مودمي ها الى لقيت رحله ما ادري كيف لقيت رحله اللهم لك الحمد وش طيران طيران اي في اي بي يلا ركب درجولة اي عام ركب درجولة والله هذا يوم انك تجي ايوه شفت بسرعة مطار مسجد مطار كيف شفت؟ كتاب رجع تاب مطار صح؟ على المسجد ايه صح انا اسوي كذا الفت النظر فهمت
حسين مطار على اني انا ما انقبلت ممنوع انك تسرع وحط والتلميع ها والتلميع ايوه انا تلمني لا عادي 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 ايش يعني صوتك واضح ايوه ايوه اسلم تكلم اسلم صدى صدى هذا صدى صدى عادي يا معلمك عشان ما تلمني وحط لك اليوم مطار جدا الشباب كلهم ما صدقوا واللي عندي واخواني قول انت هنا رايح انا دقيت عليك قلت يا ابوي وين رايح؟ انت رايح الرياض ولا جده؟ ها يلا هذا المهم يطلع عمر السلامه ما ادري شو لا يصير الو ايش العلم؟ الو هلا كبروا اسمعني مبارك واوصل لك اليوم هنيها ايوه ركبت الرجوله في واحد جنبي ما شاء الله شكله متعود يا ولد انا خلصت بالسياح ورا يا اخوي فهمت؟ يوم دخلت الدرجوله اللي ورا يدي لا اله الا الله يا ابو خالد وبعد الدرجوله ما حد قدي وبالنظارات لو تشوفهم تقول بسم الله عليك قال لي والله الحين مع مدراء بس بس يا ربع ايش جاكم؟ انت معي؟ والله يا مبارك يا صادق الموقف هذا انا حقيقي اسمع الموقف هذا انا حقيقي عندي في واحد ضخم يا ولد ما شاء الله عليك اعطونا اول شيء اسمع اعطونا اول شيء صحن ملف كذا شيء ابيض انا احسب انه حلا ولا سندوتش ولا اكل والله انت طالب من الدرجوله ولا غير عقلي لا حجزت درجوله حلو ما في درجوله ما في الله انا بدي عمر السلامه قدموا النصح والله اللي في جنبي ابطا احسب انها كله احسب انه ما درت شيء لين انتظرته لين خذها ترى فاين مبلل يشهد الله شهادة حقنا الحاصل قال ذي هكذا باكر امي مسح يوم خلص مسوي لك اللي فاهم اني اعرف انا اخذ وسوي زي طلعت يوم توقف مسح والله قلب لون الباين اصفر اوه وبرته وبرته عز الله حللته انا اشهد قر يا عقلي يا قر والله اني احب من بارك ومنكم انت يا فؤاد انت مشيت انت مشيت من بيه مشيت الخميس عصر ها سكر الحركه ايش يقول ايش يقول مشيت الخميس عصر انت مشيت انا قصدي كنت ترجع اذا رجع برجع معك ان شاء الله الله يحييك تحيا اسمع يا ولد انا يوم مشيت قلت له انا في نصايح 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 ولد شفتك قفلت نفسيتك جاء معك احد انت؟ جابني ولد عمي فراح ابن عمي ولد عمي صار صار ابن مبارك عبد الرحمن يقول نعم وانا اقول ما عليك زول ما عليك زول اسمع امه يعطيه السلامه اثنين نصايح 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 يوترونك يا ولد نصايح نصايح جاتني خلني نصايح يوم اجي الرياض عند عض خوي زود عليها نصايح 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 بالعربي على طول ادنى شيء يرفع ضغط لا صدق على قالها واحد اظنها ابو عبد العزيز من هو؟ ابو عبد العزيز ايش قال؟ قال جاتكم رسايل اتصالات من ناس لك من سنه سنتين انا اشهد صح؟ اي انا فهمت قصده يا ولد انت اهم شيء تروح تسال انا اشهد انطلق على قولته انطلق اذنبه واللي ما كان يرد عليك يرد عليك الحين بالثواني اي والله والله انا الحاصل ما يعاين ما يعاين عني انا شريتها ب 16 ريال ايش هي؟ حقت السناب ذي امان هبري منها بها هبري 16 اشتراك انا لا 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 يقولون انك لا فتحتها كذا تطلع عندك عيانات اي بس انا مبعلها عندي والله تدري تطلع عيانات ايوه لا جاء واحد يعين لك كذا انا كفشوني تمام اشوف انا عيون اللي تطلع ترك تشوفني وانا اسويها لك ددم ددم شو اسمه ددم يعاين فهمت ولا عاين ولا تطلع العيون ذي احد ما خير اسمه احمد الاكلبي وحايني ولد واخذ ايه واكتب ترى لي اشوفك تعال ويجي عاي مره ثانيه امان يعني امان اوكي هي كيف اسويها لك بعدين والله بعدين شلون زبطها ليه ليه والله انا ما بحلوه يا ابن والله انا غثت 16 ريال 16 ريال بس عشان نشوف من اللي يسوي كذي لا يعطونك تعيد مقايده مثل ما قطعت عندك شلون؟ يا جماعه يقدر حفظ بدون ما ادري الستريك ثلاث مرات تعيده يقدر حفظ بدون ما ادري لا لا في مميزات اللي ذا تحفظه ستريك بلس بلس ستريك انت قصدك بلس؟ ايش يعرف بلس عاد في بلس وكيف تعيده ثلاث مرات؟
والله لا شوف نصيحه اي واحد يبي يستخدم سناب بلس اللي هو تحفظ الفيديو بدون ما يدري يا محمد ايش بدون ما يدري انا انت عندك فيديو ابغى احفظه انت بدون ما تدري انت ما يدك ان فؤاد حفظ الفيديو سناب بلس لكن ضرر السناب قوي انا كان معي سناب اول وطار وبعدها ما سويت تبنى ما انا بعرف تبنى على طول تبنى سناب كل عادي سنابك الحين وين مع وش يوزر ها وش يوزر لا ما بحافظه يعني بقول ام كذا جيده سو لا 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 ما امسح ايش ايش تدري اني سويت زيده ام شرطه على الصفي لا لا قري عقلي ها اي والله قر اي ترى مسوي لي ايش اسمه صدق بيت بيوزر سنابي بالحال اي والله بس ماني بقايله اي خير بقول لكم هناك الرجال ما فهمك مثلا مثال ايه دبليو لا 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 اي خير مثل ام دبليو اي شرطه تحت ان شاء الله 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 بي ون اي اي او بي لا 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 يا اخي مثال هو يقول كلها موحده مثلا ايوه انا يا ولد سد الحرك شرطه تحت واحد يو اي بس بيض الله وجهك السؤال بيض الله وجهك السؤال انا سنباتي يوزر الباسورد وش هو يا يوزراتي موحده اي كابيتال اسمه نفس اليوزر هذا افضل حطيت انا سناب وتيك توك سوا ايش اسمه سناب توك توك هي كلها سوا بس انواع بس ان الانستغرام والتويتر زياده شرطه ما عرفت الانستغرام دي يا رجال هذا بالانستغرام ام ايه انا اشتغل الحين شرطه صبر على السكن أنا كل يوم يغيرون اسمه انا والباسورد باسورد وش باسورد رمز الدخول خلعتني والله هذا ما اعرفه خلاها فريق الدعم ولا ادري وش يحط صبر خلعتني انت وفوا الله لا يرضيك احسبك تطلع جوال طلع كم عندك انستغرام خصم يبون يجيبون باقات النقد كان عندي انستغرام 12000 يا عبد الله 19000 ما شاء الله تكتك 20 متابعين الانستغرام متابعين الانستغرام اسلم انستغرام ما عاد احد يخش ما عاد داني ما عاد خشيت ولا والله ما اعرف وين مره رجع وش ابو رضا انا بيجي اليوم بعد البث بيقول راسي فقعوا ايش اعطاك تقول طيب تقول شمري 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 تعال شمري شمري بتجي بعد البث تقول راسي فقعوا امين انا والله فقع راسي ورحت اغسله قال بدل البث قال يا واحد فنخني دقيقة فقشني فقش لا لا دقيقة أنا حط راسي إني بدي بجمعها بيه ماي إيش اسمه العيال يضحكون لا لا أنا ساكن الكويت يوم تعلق على الطاولة والله يبغى يهرج تعلق إني معكم أرجع لا انا ساكت اني حاط اني معصب اني معصب على العيال واني من دي بجمعها بيه بس قد يخلص سالفته قد نفطر ونخاف جاب الغايبه كاف فقع راسي يلا لا ما قاعد فقش راسي فضحك وجهه يا يما قر عقلي ايه اصلا ما احب نناقش هو تخاف حركته تضربه ايه ايش هو يا ما الواحد الا علمه تكفو حصل ها ما الواحد الا في علمه شمري لا يفقع راسك والله خلاص لا والله غير خصم خل عنك جاك يا لا 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 جاي خصم ليه؟ لا ما لقى شيء خلاص ها؟ خلاص ما لقى شيء شوف الفرشة عندك اللي لعبتوا فيه خربتوا والله خلاص ها؟ ليه ما قلت شيء؟ جزاك الله خير تعال تعال قول قري عقلي قول قري عقلي قولها شمري قولها انا ابو محمد خلينا نطلع برا الجو جميل
ودنا نستمتع. الجو والله بالحين بيجي الصبح، خلونا ناخذ طاقة جميلة. اوه حمد، شلونك يا علي العلي؟ ماشي، انا اعلمكم. انا زعلان، خلونا نطلع برا يا شباب. لا صدق عاد، لا تخاف، لا 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 وين وين هي؟ لا وين هي؟ لا ما ادري وين هي؟ وين هي؟ ما ادري والله، علمني والله ما ادري. وش رحلاها؟ اه يلا يلا اصبر، ابي لمبات. وين؟ ايه تعال، ابي لمبات. وضحت جنب اللوحة. ها كابي نسيته، الكاب. ها ادور له يا ولد. طيب انا اسف، امس خليه يجيني ضروري. قري يا عقلي، ايش هي؟ حسين؟ من حسين؟ ما حسين تقصد؟ قري يا عقلي، وين رحت؟ هلا يلا برا 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 برا. لا 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 برا برا برا. الجو حلو والله، جد جد جد. خلاص جد جد من عيونك. خلهم برا، كلهم برا، تعال تعال كلهم برا. خلاص عيال تعالوا، خل زهقنا يا اخي، كلهم داخلين في نفس. صح زهق. 10 5 جنب بعض يا اخي، اطلعوا برا شوف الجو حلو. انا ترى عصب في الامور هذه يعني، والله ارتفع ضغطي. 16 واحد جنب بعض. ليه؟ صح 16 يلبيه الجو. شوف شوف احرمونا من القعده هذه، احرمونا. فبيجي الحين الشروق. قهرني شغل ليتوت. ها شغلهم. اقول بروح روح طف طف. انت على انا بروح يمين، ابى اشوشه وما تروح يسار. طف يا اخي سلامات. كيف طف يا اخي الجو برا حلو. هذا متعب شوش بطفان. اخو صالح امانه، ايش رايك في الجو؟ انا سرى سرى فيك شيء؟ ايه يا اخي والله الجو حلو، ابيهم يغيرون نفسيتهم التعبانه. ها كل مكان هلول. ليه انا تدري ليه طفيتها؟ ايش عليك؟ انا ادري انا غلط، تدري ليه؟ تدري ليه غلط فيها؟ انا بتحمل هذا، بتحمله ما عندي مشكله. متعب بس ابيهم يطلعون كلهم. زهق فاضي، مكان فاضي هنا فاضي. ليه؟ والله حقك شيء يقهر. يمينك 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 والله العظيم، والله شيء يقهر. دق 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 كفو، يبي نقعد برا. انت ختامية ايش العلم؟ ايش العلم؟ لاك الشيخ راح كفو والله. لبه اسمع 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 اسمع. ها قول قري عقلي. قري عقلي انا شو اقول؟ باع انا شو اقول؟ ها انا شو اقول؟ كلمتي امونة. والله يا ولد شو والله زحم. ابو محمد امك زين عن الصار كي ابغى شو امانه، ايش رايكم؟ امانه
امانه ايش رايكم بالجو؟ ايش رايكم بالجو؟ غري عقلي يا عم الجو كيف؟ يعني ختاميه جميله. ايه شوف الجبال، شوف الجبال على السحاب. اسمع في عيني اليمنى من الورد بستان، وفي عيني اليسرى عجاج السنين. الله اكبر. في عيني اليمنى من الورد بستان. يا الأب أنت صح الواحد غلط بس ما تخبطني يا أخي. رين رين رن 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 يا جلال رن رن ملي قاعد يا الله تكفى ما هو بني. لا 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 عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله يهديك. بالله انا اسف شباب، انا اسف والله بوجهك رسالة، انا اسف بس انت ضايق لان شنو الجو حلو. خلي سبونج بوب يتكلم. الجو حلو فوت فوت كذا كذا يلا. لا 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 ليش غن غن فوت. عطنا 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 واحده. مر على ما فوق الوادي امر لا تمشوا يا ويش اسوي وانا مسجون. مر على ما فوق الوادي من دون نجران برد برد يا ويش اسوي وانا مسجون يا ويش اسوي وانا مسجون. شاب ضوى عشق المراجل ولو انها تتعبني. عشق المراجل ما هي بأي
شاشة هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة نعشق المراجل نعشق المراجل ولو إنها تتعب نعشق المراجل يا